وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة الصديقة هذا اليوم في زيارة لتلبية الدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا وذلك لحضور منافسات مهرجان رويال وينسور الملكي الدولي للفروسية رافقت حضرة صاحب الجلالة سلامة في الحل والترحال